طيب انا كنت عايز اشوف الكارت ده، بس انا كده اتطمنت. بصوا بقى، ده اللي كان عنده حسد وكان عنده سحر وكان عنده حاجات من الشهر اللي فات، واضح ان في تعافي، في مجموعه كبيره ولا باس بها تعافت بالفعل. في هنا معافاه من عله او من مرض او من شيء كان تعبك، ممكن يكون كانت حاله نفسيه، ممكن يكون كان سحر، ممكن يكون كان مرض عضوي، بس في تعافي وبنفوق وبنصحصح والدنيا بتبقى احسن. او ممكن يكون لي تفسير تاني، ان الدلو بيطلق حكم نهائي على شيء. الكارت ده كنت عايزه اشوفه فعلا في ايه، والحمد لله طلع فيه فلوس من شخص كبير. شخص كبير ده ممكن يكون مدير في العمل بيكافئك يا دل، مكافأة مالية، ممكن يكون أب أو أم بيدوا لأولادهم، ممكن يكون ورث لو الأب والأم متوفين، ممكن يكون زوج بيدي لزوجته. المهم إن في حد أعلى منك بيديلك فلوس، زي ما أنتم شايفين كده الصورة شارحة نفسها، حد أعلى بيديلك مبلغ مالي إن شاء الله. برضو أنا مصرة إن حالة الدلو هيجيله فلوس. هو مفيش تطور مادي، الحاله الماديه مش هتتحسن، مش هتتطور، انما في فلوس جايه، في مبلغ مالي جاي وهيساعد اكيد اكيد. يعني الدلو اهو بقى، يعني الصوره باينه اهي. حيره برضو، الدلو على فكره من الابراج المذبذبه جدا، اتخاذ القرار ده من اصعب الاشياء في حياته، لانه مش شكاك. يعني هو ممكن نقول عليه شكاك، ما مش واثق في شيء، مش لا يمكن يدي ثقة كاملة، فهو متردد جدا في قرار معين ومركز في شيء جدا وهامل شيء تاني وراه. شايفين هي بتعمل ايه؟ بتبلق مية، بتشيلها من المية، بترميها في الارض. اوكي ماشي، بتسقي الزرع، اتفقنا، بتعملي حاجة، بس في حاجة وراكي اهم انت مش واخدة بالك منها او مش واخد بالك منها. ف نركز على الصورة الأكبر يا دل، ركز على الصورة الأكبر. الدل ما شاء الله عنده علو شأن في العمل، الناس اللي بتشتغل عندهم ترقية، مش لازم تكون ترقية بالمعنى، أو حتى إنه حد بيقول لك برافو، أنت شغلك مية مية، أنت جاي ليك مستقبل. عارفين الكلمة دي؟ دي بريزل، حد هيقول لك برافو، وأنت هتكون فخور بنفسك وهتكون فخور بالعمل اللي أنت عملته، وناس بتهنيك كمان. ممكن توصل لحد الترقية، وممكن تبقى مجرد يعني إطراء بسيط. يعني الدلو عنده خناقة شغالة جامدة جدا، في خناقة، في حرب، في هنا حالة دفاع عن النفس، لا أنا ما عملتش كده، لا في ظلم، حالة دفاع عن النفس شديدة، وهو تنشن وعنده شبه اتزانه بايظ، يعني هيبتدي يفقد اتزانه. الكارت ده نصيحته اثبت مكانك يا دم. وبرضو دي بقى نصيحتي انا، مش نصيحة التارو، ما انت لازم تضيف برضو لكروتك. لو انت شايف ان الموضوع لا يستدعي انك انت تدافع عن نفسك او تثبت العكس، كبر دماغك خالص. اللي عايز يفهم حاجة يفهمها، انت ماشي صح، انت بتعمل اللي عليك، خلاص مالكش دعوة، ولا تدافع عن نفسك ولا تبقى في حالة الانهيار اللي انت فيها دي. او انت في حالة منافسة شديدة جدا، المنافسة شديدة، وانت بتبذل قصارى جهدك انك تثبت نفسك. لو هو ده الحال، اثبت مكانك وزق، بوش مور، ان شاء الله هتوصل لحاجة. في خير جاي لك يا جدي يا دلو، خير جاي لك بسرعة، اما انت خير عملته في حد زمان ودلوقتي بترد لك، او حاجة انت اشتغلت عليها كتير وما اخدتش الفايدة بتاعتها، ان شاء الله هتجنيها دلوقتي. الدلو طبعا قائد معروف، والدلو برضو بيتحمس قوي للبدايات في اولها، اي مشروع جديد بيبتدي، اي حاجه جديده بيعملها بيبقى متحمس لها جدا ومديها كل طاقته وتركيزه، وهوب يفقد الاهتمام ويبتدي يزهق ويشوف حاجه تانية من غير ما يكملها. بليز كمل اللي انت بتبتديه طالما لقيت فيه نتيجه كويسه. في حاجه كمان، نصيحه تانية يا دلو، في شخص قريب منك جدا مش بيتمنى لك الخير وبينصحك نصايح مش مفيده ليك. هذا البرص اللي قاعد هنا، هذا الكائن الطفيلي الصغير ده، هو هتحس ان هو طفيلي، يعني باراشوت من الاخر، فاهم اللي هو ايه، بيستفيد منك بحاجات، ده مش بيتمنى لك خير، خلي بالك وركز معاه جدا.
ونصيحتي دايما للناس خلي أعدائك أقرب من صحابك. اداله صابر على حاجة، صابر على شيء، متحمل شيء. أفتكر الأعداء اللي عنده دي حالة الدفاع عن النفس أو حالة المنافسة اللي هو فيها دي مخلياه مضغوط. عنده صبر، عنده صبر، صابر على حاجة، واللي هو يا اللهم طولك يا روح، ربنا يديني القوة، ربنا يديها لك إن شاء الله. وتأكد إن اللي بيصبر بينول، هتاخد شيء كويس أكيد في الآخر. في حاجة جديدة خالص أنت داخلها يا دلو، إما إنه أنت مسافر عندك سفر، أو أنت بتعمل كارير تاني خالص، أو فتحت باب جديد من ضمن كاريرك، حاجة جديدة، والحاجة دي مشوارها طويل يعني يكاد يكون ملامس للسفر. شد حيلك، انت داخل على حاجة فيها منافسة، الطريق ده هيكون فيه منافسة شديدة. اثبت مكانك. King of Swords ده طبعا لازم يطلع على الدلو اهو، القائد، انه القائد King of Swords. بس هو مش بس قائد، هو ذكي جدا، هو بيعرف يسدي النصائح، الناس بتثق في رأيه لان عقله ما شاء الله، هو كمان زي الجدي في الحتة دي، بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية ما بتاخدش بالهم منها. خلينا نكون فير، ده نوع من انواع الذكاء النادر الصراحة، اذكياء فعلا. ودايما الدلو لازم يكون هو السلطة، السلطة بتنبع من عنده، هو القائد. دي حاجة مش سهلة يا دلو، لازم تستعملها كويس، ما تسيئش استعمالها بمعنى اصح. خليني الخص القرايه بسرعه. في معافاه يا دلو، زي ما قلت، الناس اللي كان عندهم سحر او حسد او حاله نفسيه سيئه او اي حاجه من تعب عضوي، ان شاء الله بيطيبوا وبيخفوا وبيبقوا احسن ان شاء الله. في فلوس جايه لك من شخص كبير. في هنا حيره من حاجه، وانت مركز في حاجه ومش واخد بالك من حاجه مهمه بتحصل وراك. خلي بالك في علو شأن وحاله يعني تحفيز، والناس مبسوطة بيك وفخورة بيك جدا. اصبر، الصبر مفتاح الفرج. اصبر على المنافسة اللي انت فيها دي، عندك منافسة شديدة يا عيني، وانت واضح ان انت متوتر. حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل ذكائك المعتاد يا دلو، محدش يقدر يقف قدامه الصراحة. الدلو من اذكى الابراج، من اذكى الابراج فعلا، استعمله بدل التوتر، حط ده مكان ده. فاهمين قصدي؟ داخل على حاجة جديدة يا دلو، حاجة انت مكنتش متعود عليها وطريقها طويل. انت ادرى بالحاجة دي. نخلي بالنا الوارنينج، هذا البورس شخص قريب منك وبيتغذى عليك، اوكي، وبيصحني صحي شوية، او على الاقل مش بيتمنى لك الخير. نخلي بالنا زي ما قلنا، اعدائنا يكونوا اقرب من صحابنا، لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود. ايه الجمال ده؟ برضو طلع له الامبراطور. مفيش فايدة، مفيش فايدة. الدل عزة نفس، يعني هو شايف نفسه شوية، في سن غرور، بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفس زي ما احنا عارفين. ما ينفعش تدوس على طرف الدلو، ما ينفعش. بس عنده ايه بقى؟ الصحة فيها تحسن، صحة كويسة، في حالة مرح، حالة امان، حاسس بامان زي ما احنا شايفين. كارت الشمس من اقوى الكروت، طاقته قوية جدا، طاقة الشمس يعني طالعة له، عنده طاقة حلوة جدا، عنده حاسس بامان، متحوط بسور، بيتصرف بعفويه، وفي لعب، وفي في حاله انبساط الحمد لله، وحاله نجاح طبعا، ده بيدل على الصحه وعلى النجاح. تمام. الناس بقى اللي عايزه ارتباط، لان الدل فور اوف وانز اهو، فور اوف وانز ده احتفال، اجازه، خد اجازه اللي محتاج اجازه، او ممكن يكون ده زواج، احتفال بزواج، يعني في ناس هيتم زواجها ان شاء الله،
او الناس اللي تم زواجها وحاسه ان هي محتاجه اجازه، بليز روحوا اجازه، ده وقت مناسب جدا ان انتوا تاخدوا بريك وتاخدوا اجازه قبل يعني ما تبتدوا شغل جديد، ترجعوا للشغل الجديد يعني. صبروا برضو، اداله هنا شكل المرحلتين، صابرين على حاجه، في حاجه عامله لهم عبء وصابرين عليها ومستنين، هما مستنيين حاجه، يمكن تكون تطور مادي، ولو ده اللي انتم مستنينه ان شاء الله هيحصل في تطور مادي. ده king of one of pentacles، king of pentacles، تطور كويس جدا في الحاله الماديه وحاله اكتفاء، وكمان هتبتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم، كمان هتدي حاجات لناس محتاجه يعني. برافو عليك يا دلو، حاجه كويسه جدا جدا. برضو الدلو عنده حيرة في قرارين، محتار ياخد قرارين، القرارين دول شبه بعض. إجابة الكارت ده تمشي ورا إحساسك يا دلو، امشي ورا إحساسك، الإحساس هيقول لك عليه. وبرضو على فكرة الدلو عنده الموضوع ده، إحساسه دايما بيكون صح. بعد ما تاخد القرار ده أنت هتدخل في مرحلة جديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا جدا جدا، وهتسمع خبر حلو، في خبر حلو جاي لك يا دلو، انت كنت مستنيه بفارغ الصبر. ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده. الموضوع ده ليه علاقه بجواز انا مش عارفه، او عوده حبيب قديم، او عوده صديق، او عوده حد انت قريب منك جدا، هيرجع يتواصل معاك تاني وهيقدم لك شيء، يمكن ده اللي انت كنت صابر عليه. برضو الامبراطور، الحاكم، انت اللي بتؤمر تطاع، بتحب يسمع كلامك في كل حاجه، وكمان انت اللي عليك عبء المسؤوليه، انت المسؤول الاول والاخير، سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حته، اخ كبير في وسط اخواته، زوج وبيته، يعني جد كبير، هو ده المسيطر وهو ده اللي بيتسمع كلامه، وهو كسب المكانه دي من خلال مسؤوليه اللي هو شالها. حاجة حلوة جدا يا دل، احتفالات، جوازات، شمس طالعة، صحة حلوة الحمد لله، صابر على شيء وهيجي لك حاجات حلوة قوي، خبر حلو، بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي، عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبادلك شيء. حيرة من موضوع ما، بس الحيرة دي امشي ورا احساسك فيها يا دلو، ان شاء الله احساسك هيدلك على الاجابة الصحيحة. ادي المجموعة التانية لبرج الدلو، القراءة العامة، هنشوف دلوقتي كومنتس دقيقة كده برضو، ونشوف الحالة العاطفية اخبارها ايه. القوس لسه ما قلناش القوس، افتكر لسه اعرف شيء واحد، هو امتى تجاوبي على كومنت حبيبتي؟ بجاوب على الكومنت بعد ما بخلص القراءه، ما ينفعش ازاي هقرا حاجه وارجع ابص على كومنت بالعقل يعني، اخلص القراءه وارد، ابعتي لي هنا دلوقتي واقرا لك. امان وفرح، ما فيش الكلام ده خالص حضرتك، ليه كده يا برنسس؟ بس ان شاء الله ربنا يبعت لك حاجات كويسه، تفائلي بس كده، تفائلي. وعليكم السلام اميره، اهلا. اخيرا يا ايناس، ايه ممكن الاسد ياكل لوبيا بلبن؟ اوكي، عشان دي مصحه يعني. اوكي ماشي، الحوت موجود، موجود ايمان في الصفحه حبيبتي، والجدي هنقوله قريب جدا يا ملاك. ايوه بالظبط كده يا هشام، هو ده احمد زكي، برافو عليك، ميرسي جدا لذوقك. ايه؟ اوكي، ده منشن ماليش دعوه بيه، اتكلموا زي ما انتوا عايزين مع بعض. حبيبه قلبي يا منى ازيك؟ الجدي حاضر قريب جدا. القوس انا زعلانه قوي، من غير ما تزعلي يا فرح، ان شاء الله هنقول قريب قوي قوي قوي، ولا تزعلي خالص. لا، مش بعرف ايه اللي هيحصل، حاجه احنا بنلعب هنا، احنا بنلعب، ما
ده مين قال لك ان انا عارفه حاجه؟ انا ما اعرفش حاجه خالص. طب بص، انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايز، انما تقول عليا كافره، خد انت بقى الذنب ده وتفضل طير من هنا. مش من حقك تقول عليا كافره خالص، انت دخلت جوايا عشان تعرف انا مين، ممكن اكون احسن منك 100 مره عند ربنا. باي، يلا نشوف الحالة العاطفية للمجموعة التانية. ميرسي يا إناث قوي، منتظر حبيبي، يا رب يرجع لك يا نورة يا رب. اوكي، قسمتهم ثلاثة علشان يعني تكون اقرب، يعني يكون عندنا معلومات اكتر، انما لو قلت البورد كله على بعضه في قراية واحدة مش هيبقى فيه تفاصيل كتير. دي فرحتيني ان شاء الله يا كاتوشة، باذن الله حبيبتي. ممكن اعرف لون شعرك ايه ونسبة رقمك ايه؟ طب نانو، انا معلش سوري يا اولاد، ده موضوع مش هنمكوه خالص. لون شعري الدرجة انا مش عارفة يا حبيبتي، بس انا عارفة الاسم، اسمه صندري. يعني هتروحي للكوافير بتاعك وتقولي له عايزة اعمل صندري، بس هو من البنيات، يعني احنا بنيات. بشكرك يا عماد، بشكرك قوي. ده كده يوسف حاجات صح كتير عن برجي. اوكي ميرسي يا ديره على المانشن وعلى الكلام الحلو ده. طيب اتاخرنا على القرايه ونبتدي. دي القراءه العاطفيه للمجموعه الثانيه، برج الدلو. احمد يا ترى اخترت